تيتا لولو، جد أبو عكازة، تيتا فطوم، شوفوا مين جبت معاي اليوم، صديقي المهرج. ادخل ادخل صديقي المهرج، ادخل ادخل. وهي صديقي المهرج، ترى سهلة، انت المهرج صاحبهم. اهلا وسهلا، تعال تعال ادخل. تيتا لولو بدي احكي لك، صديق المهرج جعباله يقعد معانا ويسلينا ويخلينا مبسوطين ويتسلى معانا كمان، بس انا ناس انوس راح يلعب فوتبول كرة مع اصحابه، انا رايحة عشان انادي. خلي صديقي المهرج عندك بس ما تخليه يزهق. تيتا لولو سليه كتير كتير، سليه، خليه يتسلى معاكي وسليه، وخليه يحضر تلفزيون وهيك شغلات عبل ما انا اروح انادي. انا ناس انوس واجي بسرعة، يلا ما رح اتأخر. يلا انا رح اتركك مع تيتا لولو، ما رح تزهق، رح تسليك كتير كتير، انا رايحة عشان انادي. انا ناس انوس ونلعب مع بعض طول الوقت، انا وياك وانا ناس انوس، ما رح اطول، عد للعشرة بتلاقيني موجودة. خلص ما تاكليش هم، ما تاكليش هم يا رمانة، انا رح اسلي للمهرج صاحبكم كتير كتير، مش رح اخليه يزهق بالمرة. انا تيتا لولو. لا يا تيتا، اقوى اقوى، من فوق لتحت من فوق لتحت، هيك، يعطي العافية المهرج. يعطي العافية المهرج صاحب الأولاد الحلوين. يلا تسلى تسلى بدل ما انت قاعد طولت رمانة. تيتا لولو شو عملتي؟ ليش هيك سويتي؟ ليش حدا قاعد عم بينظف البيت؟ تيتا لولو هو ما بينظف البيت، هو صاحبنا. وشو فيها يا تيتا؟ قاعد بيتسلى وبيساعدني، بكرة لما يروح عند امه المهرج بتصير تحكي. يعطيها العافية تيتا لولو اللي علمته. بدي احكي لكم ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على الكبسة الكبوسية. باي.